الحمد لله على السلامه يا كوري. انت مين؟ انا جاي اخدم بالعربيه. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا. شكرين يا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وتني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضه. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا لي بتس. ما تزغرطي يا اما، زغرطي يا اما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هنا فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولوش ان انا هنا. فريره يا فريرة. لا هو لسه هيما ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطه، يومك شبهك يا حلوه. جدع انا اخطفك يا جدع. ميت في ايه؟ تعالى بقول لك ولا في ايه وسوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. في ايه يا اما سيبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كوريا؟ الحمد لله على السلامة يا كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت؟ نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطة؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجأة. دي احلى مفاجأة. ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجة تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرمية السودة دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو 5 دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداكي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفت؟ حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك. بيت ايه بقى؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت ميعادها من قهرتها عليا. معلش يا بنتي معلش، العمارة بيد الله، مالناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة. غلطانة انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشمها على ظهر ايدي يا خال. انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلاوي على النت، معرفش انهم نصايب عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان ايه علاقتك؟ معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب. بس انا عايز اقول لك حاجه، اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سابقه في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هناك عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا خال؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه. بس ورحمه امي يا خال، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم. ده انا اتعلم عليا اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبدكي ده اللي استناكي سنه بحالها. واوعك يا كوريا، هو يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربية. شمال ايه يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو ظبطتها يمين
مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر، ماليش في مرقعه وسهوجه الحريق، بتخانق بيجي لي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه. اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني، في ايه دي؟ انت اللي اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي انا شلتها سالب حالها قاعده معايا بحقه ومرته واولادي، اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كميه الاخبار الزفت اللي انت جايبها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقولي عايش في حق؟ يعني شايفني انا اللي عايشه في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غاليه، الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتيلي كوريا مظلومة؟ قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض ببيت واحد. الله يرحمك. بقولك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها في شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطه. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلاعه، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزه ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمه عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبنت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق. بص من الاخر عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروطه النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوه ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحل. قمر ايه وحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاه، ما كفايه فيلم الكرتونه اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله اركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا سعد ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خد.
خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا يا حلوه؟ سلام عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يما. صباح الخير يا حياتي. انتي طالب. صباح الخير. أنا صباح الخير. أنا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه إن بكرة الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. أسيب مصر يعني إيه؟ ومين قال إن أنا عايز أسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر إزاي وهي في الحالة دي؟ إزاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. أنا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطيارة اللي رايحة لبنان كمان 3 ساعات. ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاق تسليم مطلوبين. الحمد لله انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها، واجمدي انت قدها. ها ماشي الحمد لله. باي باي يا بابا. باي يا روحي. باي باي. خليكي جدعه بقى ها. ماشي. اوكي ماشي. كلميني. حاضر. يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي ابو طالب السيد السنتوري، موقفها ايه؟ تمام اسف يا مدام، في قرار منعك من السفر. صدور قرار المنع من السفر بسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى ما فيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي وحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضو مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد محدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جرة. فين؟ بطن البقرة. نعم؟ بطن البقرة. مش حلو كده يا كوريا، مش لايق على وش. يو وانت مش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عم لقولك بلح. ماله البلح؟ وحش البلح بنت شيمو. حلو قوي ولايق عليها. اه انتك لايق عليك. حلو يا اختي البلح حلو. يلا عشان تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. يمسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خير؟ بحلق لها ليه هديه؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا يو. في ايه يا خير؟ استني هقول لك في ايه. تفضلي تفضلي. اتفضلي اتفضلي.
وده ايه اصله ده؟ سبت السودا؟ هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت ردم، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السودا اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. اسكتي بعد اذنك اصل هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبها، تعالي رجعي بره، تعالي تعالي ريحي هنا، ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانه من الجوه ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقف جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ ما انزحها من الاول خالص، احنا ناقصين نصايب. هديك من البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد معك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي البيت ده بلاوي من كل لون يا بطيسطه؟ ثم مين دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طينا؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه. اتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد، زي اللي نسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه، تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه. ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطة طمعانة فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقرة مين؟ ده تشتري كل البقرة اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ ايه هتدفع كام؟ خديها تحت باطك. لا ما اتفقناش على انجازة كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها ببص هنبقع. بقول لك ايه عشان اهل الحاره يصدقوا اهو، بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ومش اصلها. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك. الله ينور. يا عم شكري يا كوريا، راحوا فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمه؟ شتمت ولا لا؟ يا عيني يا فيد يا مشاط يا جرجير. بس يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهو؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان زمان قوي. يا اختي بطني البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تامر. والله العظيم يا دوب كده. يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالتي؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها بس بتحكي قشطه والله بس بتورت. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب، كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده. شفتي طقم ده زين؟ ده طقم اثري ما فيش منه الا اثنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعال بص عليه. تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكره قوي. شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دوره الميه. دوره الميه ديت زينه، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها. تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجه عظمه وقاعده مريحه على الاخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت
طب انت جاي عليا. تعال انت خشي. اتفضل يا هلا اتفضل. ما شاء الله عليك يا كوريا. كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقنده صفر نصها. آه يا مامي، مين ده؟ مامك، مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج بعاطي ابو وهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو. ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي. ايه تيجي انت دلوقتي وتقولي لها شيلها؟ ده بتعيد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي تتن وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا في ده. بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوقتي باسمك جمالات. جمالات فاهمه؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبويه المبروكه، كانت متجوزه راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات اولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ تفضل، هذه المتعلمه بتاعت المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفته البيضة. اي نعم عليها قضيه ولسه ما اتحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمه حق وما ارضاش بالذل تتلفى لي تهمه وترمي في السجن. صح؟ ما هي دي بلدنا. اه امال علامها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشه في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحه الدم، وناس قايمه نايمه في السواق. ايه انت بتتكلمي عني كده ازاي؟ انا بزنس وومن شريفه ومحترمه، عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو انا لو كنت نصابه كنت هتلاقيني في المنطقه الحقيره دي؟ انا كان زماني قاعده في واحد من احسن الاوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وارجع تاني لحياتي الطبيعيه، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هانم، يا جمالات هانم، يا جمالات ما تاخذنيش. كوريا دي بنت جدعه جدا وبنت بلد، وبكره تعرفي قيمه كلام اللي بقوله ده. بعدين انت يا كوريا في ايه؟ مالك الهانم هتدفع لي 500 جنيه ايجار الاوضه في الشهر؟ مش قليلين يعني، 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي، وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومه الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي. هي الفلوس مش القصه يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطه؟ شكري ام اليرجيك تو كاتس. شوف بتشتبهي. لا بتقول لك ربنا يشفيها يعني، ربنا يشفيها. عندي حساسيه من القطط. اه لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطه هي، سندس دي خالتي ونايمه جوه، وعلى فكره غلاوتها من غلاوه المرحوم امي بالظبط،
يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطتي ايه؟ صلى على النبي. بقول لك ايه، انتوا خلاص ما تفرجوش علينا الناس مرة، انتوا قرايب وتفارقتوا وتقابلتوا تاني. بعدين مش فضلكم، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله، اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم. ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. نازله كوافير، راح اشوف اكل عيش. كفايه وقف حال، عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي، بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي احرسك فوتي كارت. ثم بقول لك ايه، انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جوه. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركرو بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها، ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي ده اكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه. بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعب، بتفتكر الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلبي لي دليفري. ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من الشارع كلها بوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ اه بشتمك طبعا. هي بتشتمك؟ وما اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ تصدقي انت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيتهم في فلوسك يا اختي، مش عاوزين، استغنينا. بقول لك ايه، انا اصلا معاداكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا، انا عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه، يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي الو. اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له تجيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه؟ انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك كنت عربيه مروان بيه، انا عمري ما كنت ناكل الجميل. شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. معرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه ههشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني انت قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه بس، يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقرة أحسن من جنة التخشيبة. لازم نستحمل يا بنت الناس، وإذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معاها خالص. كوريا مين مضايقاني إيه؟ بقول لك دي مش بني أدم أصلا. يا ستي اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. وأوعدك يا هيدا هانم، إذا احتجتي أي حاجة اكتبها لي بس في ورقة، شرب وأكل وأجيبهولك لغاية هنا. بس تفهمها، تحفظ أدبها وما تكلمنيش بالأسلوب الفالجر بتاعها ده. هو أنا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوري يا بنت استهدي بالله وافهمي كويس، أنا مفطنك قبلك ده قبل ما أجيبها لك على هنا. ندي هانم بنت زوات وفديقة، وأنتي جربتي الديقة قبلك ده.
احنا صعايدة وبنفهم في الاصول وولاد بلد. اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جايه تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبه لك فلوس. يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشها، مش عايزه منها حاجه، زي الوليه اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزه حاجه من الفلوس. وبعدين خل يعني على رايك، طالما هي في ضيقه قوي كده، دي مش مكسوره حتى ولا غلبانه، لا بتتنك، بتتنك علي انا مش عارف. وبعدين برد يا خي، والله دي برد، عامله كده زي حته الدهنه في الشوربه الساقعه. ايه الدهنانه اللي انت مربيه وسطيها دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ اصوابعك دي زي بعضيها؟ انا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عامله زي الفنطاب، زي الطوفي، يتحط على الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيتوا عليه كتير هيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي، بزياده قوي يا خال، دي قهران، دي عامله فيها شلنا جولي بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي قومي. وبعدين استحمليها، على راي البشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد يغور الورد. ترتت، قومي نامي قومي. ولا حاجة، خش نام، بطل صلبطة وخش نام اجري اهو. توك توك، ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه ده يا كفرة؟ انا جعانة، يلا هتروح النار. يلا يلا يا سيدي يا كفرة، وكلوني يا كفرة انا جعانة. اتفضلي يا سيدي، ما لقيتش غير المكرونة دي، كوريا قافلة على كل حاجة جوه. شوف النملية، خد اهو ده كان في النملية دي، مكرونة حلوة كليها. مين؟ أنا مشوكة يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني اهلا يا تو، اتفضلي. سلام عليك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام عليك، ازيك يا سندس؟ مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش، كلي يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونت، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيأ لي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره. السفر يا عيني على السفر. انت عارفه انا عمري ما سافرت، بس اسمع يعني بالسمع كده هوت انه هو غربه صعبه ومره. مره قوي، مره فعلا. قولي لي، هو انت سافرتي قبل حادثه سندس ولا بعديها؟ بصي انا الصراحه مش فاكره، عشان انا سافرت من وانا صغيره، كان عندي 17 سنه. ياه، ده انت سافرتي وانت صغيره قوي قبل الحادثه بزمان. ده هي الحادثه كانت يمكن من 7-8 سنين. يا عيني، بيتها واولادها وجوزها كلهم، النار كلتها. غراب طلل من وشها بقى القمر ده هوت غراب. طب كولي، بس انت عارفه والله العظيم دي رحمه من ربنا. علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على اولادها وعلى جوزها، اخد يا عيني عقلها وطيره وساب جسمها في الارض. بس عارفه تحسي كده هوت ان هي ممكن تكون عايشه معاهم بعقلها هناك. شهاد ابني مال
يا حبيبتي ابنك. يا قلبي اسم الله عليك. سعد بيحب البيض. بيحب البيض؟ وانت فيه؟ انا لقيتهم كلهم راحوا المستشفى وسابوك لوحدك. قلت ايه اطلع اقعد معاكي شويه عشان اسليكي يعني، واخد بخاطرك واخد بحسك، عشان انت غلبانه بتصعبي عليا والله. اصلا انا عشريه عشريه قوي 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 يعني. ميرسي، متشكره قوي يا تامر. شكرا. بس انا بقى عرفتي يعني يا عيني كمان انك عندك شويه ظروف. هي ايه خير؟ هو اصلا انا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيره اتجوزت راجل، بس هو طيب قوي الله يرحمه، توفى خلاص. لا اله الا الله، الله يرحمه ويحسن اليه. هي الدنيا كده اهو. والله الكويس بيمشي وبيتكل على الله. وبعدين احكي لي. ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني، وبس جيت هنا خلاص. يا ولاد الكلب يا ولاد الحرام. وبعدين كملي يا حبيبتي. مفيش خلاص، خلصت. هي دي الظروف. هي دي كل الظروف. طيب استأذن انا بقى عشان اكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد ابراهيم والبنت كوريا. اصلا بقى ايه، قلت هما فيهم البركه يعملوا كل حاجه. الغراب ماشي. الغراب ماشي يعني، هو الغراب هتنته قاعد لك. كلي يا حبيبتي كلي. يلا سلام عليك. سلام عليك. السلامه. اتفضلي يا تام. قولي لي، انا في سؤال كده محيرني. يعني انت بتقولي انك قعدتي 17 سنه هناك في قلب البلد دهيت. وبعدين المفروض انك ترطوني زيهم، لكن انت ما بترطونيش زيهم. ده اللي بيروح السعوديه يعمل عمره بيرجع يرطن، اللي بيروح الكويت شهرين يرجع يرطن، اللي يقول لك ايش تبغي وايش حالك وحياك الله. ليه ما بتقوليش زيهم يعني؟ اصلا من كتر عمايلهم فيا فخلاص كرهتهم، فما بقتش عايزه اتكلم زيهم. ايوه كده فطنيني. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. سلام عليك. السلام عليكم. ايه ده؟ ده الموبايل بتاعي؟ ايه مالك في ايه؟ انت جبت ايه؟ ورثتيه بالحياه؟ ده لسه شحنة كارت ب10، ده ليك خلصت الرصيد كله. مش كفايه وشك الفار والنصايب اللي جايلي في رجليكي؟ برده. السلام عليكم مزوقه. مين دي؟ مين؟ بعدين. انا تعبت قوي يا دينا، مش قادره استحمل اكتر من كده. خلاص يا حبيبتي، ممكن بس تهدي شويه؟ احنا كلنا معاكي على فكره، وانا مش هسيبك ولو حصل ايه. وعلى فكره نادر يعني بيحاول بكل الطرق انه يخلص قصتك دي بسرعه. انا مش فاهمه انا هنا ليه وبدفع ثمن ايه، كل ده عشان حبيت مروان ووثقت فيه يقوم يبهدلني بالشكل ده. يا دينا انا بموت كل يوم 1000 مره وانا بتخيل ان هو دلوقتي في حضن نجوان وبفلوسي. طب هو لو كان عايز فلوس كان قال لي، انا كنت اديته اللي هو عايزه. ولا هو بيحب نجوان من الاول؟ معقوله دينا هو كان بيحب نجوان من الاول وبيضحكوا عليا؟ قولي لي يا دينا انا هتجنن. على فكره الحمد لله انك كشفتي ده على حقيقته. اهدي يا ست هايدي، اهدي، وان شاء الله كل شيء وله اخر. اصبر ايه وكشفت ايه؟ ده مش بس خني وسرقني، ده خلاني هربانه زي المجرمين. ده انا حتى ما بقتش انا بقيت عايشه جوه واحده ما كنتش ارضى اصلا ان انا اعدي من جنبها. عارفه بس يا هايدي اسمعي بقى، انت اقوى من كده، انت صاحبتي وانا اعرفك اكتر منك. الموضوع ده مساله وقت وهتنتهي، وكل حاجه صدقيني هترجع لطبيعتها. الفلوس سابها لك انكل ابو طالب عشان لو احتاجتي اي حاجه. وبعدين البطاقه دي نادر بعتها لك عشان اسمك الجديد، بس بيقول لك ما تستخدميهاش غير لو اتزنقتي قوي. يعني يا حبيبتي يستحسن انك ما تستخدميهاش اصلا. وانا يا ست البنات كل الطلبات اللي انت طلبتيها والوكل وكله جبته لك اهو. انا متشكره قوي يا جماعه، مش عارفه بجد من غيركم كنت هعمل ايه. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها خزنه؟ دي حيالله تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحة جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش
وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها بطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايلها لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه من ايام امها الله يرحمها. واحنا على كده نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيش، مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح، انا ناقصه عايزه بطاطس والنمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن اقسم بالله، ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه، انا بعمل لك نسخه وابعتها لك بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك، ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا لمعه يا حلوه. حاضر يا سون. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سون. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. لا هو كولي اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ قلت كتير. حاضر حاضر، تفضلي. الله، الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي، انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله، بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. طب قوم اعملي له بيض. انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. تفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوة. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجة تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون؟ لا لا، تنامي؟ لا، اخرج اخرج. مش برا. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع، ماليش دعوة ماليش دعوة. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. طب اجيب حلاوة، حلاوة بالسوداني. يا ربي. طيب طيب، خلاص خلاص، تعالي ما تعيطيش، تعالي خلاص هخرجك وامري لله. والقرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكه، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن، قلت لازم انا ادوقك منها. حاطه لك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزداني يستاهل بقك. تعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي، وننم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه ايه؟ معلومين يا بنتي على كوريا. كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي، امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك، اسم الله يا اختي. عاوزاني انيم معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. والله والله ما يغلو عليك يا مسوكة، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها؟ مترمله يا عيني. البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن، ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟ الله، لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه يا اختي. انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنت البت ده اهي سهناي. والله سهنه كده اهوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده اهوت مدفونه جواها. والله لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا موسوكة. انت كده لا تبقي خالتي ولا اعرفك. وحياه مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله، ده انا ما بقاش ام موسوكة يا بنت. شفتي يا اختي البت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط، عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا، ان ما كان ورا البت دي ان، بس انا بقى مسير اعرفها. موسوكة، ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟
دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه ما تتخيرش عنها يكون روحه فين يعني واحنا مش عرفنا يا اختي هنمشي وراهم يعني نحرسهم وانت مالك انت بتنحشري ليه انا بتكلم مع موسوكه دلوقتي ايوه هي بتكلمني ما اعرفش يا كوريا راحوا فين بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده هوت لرامت لا سلام ولا كلام والله عسل عسل على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان يلا اقعد يا ابن المفتوحه منك ليه من هنا مش معقول يا كوريا انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره لينا بيتي لمنا على فكره انا ما عملتش حاجه غلط سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها طب اتفضلي يا اختي اتفضلي على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها عشان مين يا اختي سندس وانت مالك ومال سندس سندس دي خالتي انا حبيبتي لا تخصك ولا ليكي فيه وخالتي انا كمان قدام الناس وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها اهو لا يا حبيبتي انا هنا ما عنديش حره دي هناك عندكم في الكامباود لكن عندي انا هنا انا حره يعني انا لا مؤاخذه فاهمه يعني ايه ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لما علينا الاسوا ما يسواش ازاي بصي لنفسك يا اختي ضربه لي استريشت وبلوزه بامبا يقول على لبسك كده مين عندي دلوقتي اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي ما بس بقى وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نصل عليك وشبشب استني انت خالتي دلوقتي والنبي لا نغى تسمحيلي هتسمحيلي غصب عنك هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك انا طول عمري سمعتي موس كده اهو لحد قال عليا ولا عاد عليا واللي يفتح بقه عليا احشقله بشبشب مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطه منك ايه احشيهوله وشبشبي ايه الالفاظ البيئه دي بصي هقولك على حاجه انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي وبعدين مش عايزه حوار معاكي تعالي هنا فلوسك ايه ام فلوس انت زهقتيني بفلوسك يا اختي اللي كل شويه فلوسي 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 مش شاكرين يا ست البنك المركزي مش عايزين منك حاجه اللي هيشيله ويحط عليك يا بعيد ده انت داخله عليا بالمرض والخراب بقول لك يا بت انت مين زقك عليا يا بت ها انا عايزه افهم ما انا اخلص عليكي هتخلصي عليا هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب هو في ايه ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان دي حاجه تقرف يا شيخ البنجر قال وفالكر يلا يا اختي يلا جاتكوني لا تخط انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي عشان التليفونات دي مش متراقبه ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره انا عايزه ارجع بيتي وقطي عايزه ارجع لحياتي القديمه انا مش بس نفسيتي تعبت هنا لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا بشرتي قشفت ضوافري اتكسرت انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي ممكن بس ما تقلقيش جولي ما شفتيش ورده الشبشب بتاعي شبشب ايه وزفت ايه انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني قطك قطك ده مين يا حلاتها ثم تعالي هنا انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج الا تقول لي قطي وما قطي يا اختي انت رخره كده ابعدي كده عنها اهو انا خبط قال ان شاء الله داخله دوره الميه شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها شايفه القرف اللي انا فيه انا اتبهدلت يا دينا وتهنت معلش يا هايدي بس معلش استحملي بس شويه استحمل ايه بس انا خلاص مش قادره وبعدين بابي وحشني قوي عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه اتقابلوا بيها بعض طب عشان خاطري قولي له وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني انا خلاص ما بقاليش حد غيرك يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي ماشي خلاص انا نازله اشوف اكل عيش بقول لك ايه مطرح ما احطك ارجع الاقيك انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي مين وشمال مخضمه ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بقول لك ايه ما تكلمينيش بالطريقه دي ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله انا مش طايقه اشوفك انا مش طايقه نفسي اصلا بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين ما خلاص بقى يا انسه كوري ما ينصحش كده انسه مني يا اختي صلح اللي عايش فيك بقول لك ايه عقلي صاحبتك احسن اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق الانسه ايه ده ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون
لا لا انا خلاص انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البت وهتطفشها، عاوزه بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه، انت لو عندي في البيت انا استحاله شغلك شغاله تمسح البراد باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا برده يا سيد غنتي؟ بقولك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من انا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه والله، قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يصلحها وينزلها يا ام سوكه، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك ايه شويه؟ هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم لسانك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست كاكودة في وشنا فلميناها. خارجة نفسها ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا باردة؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضين مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنت يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكايه انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشوفه في خرجتك انت شويه يا قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه. اشرب يا بنت. عليكي خرجتي يا دي البنت، اخسى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قله الادب بتاعه البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب. ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. البقره؟ ايه بطن البقره دي؟ انا عمري ما سمعت عن حته في مصر اسمها بطن البقره. انا لف في مصر كلها، شارع شارع، حاره حاره، كشك كشك، زنقه زنقه، ما سمعتش عن حاجه اسمها بطن البقره. تاخدوا بنتي انا تودوها في حته زي دي من غير ما تستشيروني انا ازاي؟ يا انكل انا رحت زرت هايدي، بس بصراحه المكان مش نظيف خالص وبيئة جدا، بس ده المكان الوحيد اللي محدش هيلاقي هايدي فيه. لا 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 لا، البنت ما بتقعدش في الاماكن دي ابدا، مشوها لو سمحتوا، مشوها من هناك خالص، خلوها تهاجر هجره غير شرعيه. يعني بنتي بنت ناس مش بنت اي واحد من الشارع. واضح جدا يا ابو طالب بان انا غلطت لما قلت لستك على مكان هايدي على سبيل المعرفه. وطبعا انا مش محتاج افكرك، لما حبيت توديها مكان تبعك وديتها فين؟ دكتور نادر معلش انا هضطر، اسف، اشوف محامي كبير يدافع عن بنتي. طب بدل ما تدافع عنها وتطلعها براءه تبعت لي ناس يتحفظوا عليها بيتي ويعملوا لي قضيه تبديد ومرتب شهري. ده اجراء قانوني مؤقت بسبب الحسابات اللي حضرتك فاتحها في بنوك بره، واللي انا قلت لك تقفلها 100 مره وحضرتك مش عايز. شكوا ان هايدي ممكن تكون حولت لك جزء من مبلغ على اي حساب من الحسابات دول. حسابات هايدي هايدي حلتها حاجه ينفلسها وحالتها نيله. ده راي سيادتك، بس مباحث الاموال العامه وهي بتعمل تحرياتها ده اللي توصلت له، فطلبت من النيابه تاخد قرار بالتحفظ على املاكك والنيابه وافقت. مباحث شغاله والنيابه شغاله، حضرتك كل اللي عملته وديته بنتي بطن البقره. بطن البقره مش دعوه لا بالبقره ولا ببطنها، انا عايز اشوف هايدي. بنتي وحشتني لو سمحتوا، فين هايدي؟ لا صحيت تحت ايده يا خالتي، صحيت تحت ايده يا خالتي السيده. شيل رجلك من جنب النعمه لربنا يسخطك قرد وانت قاعده. الهي ربنا يسخطك انت بعزه كده، ربنا يسامحك يا سندس. وانت مالك يا اختي عدلنا كده ليله شغله ولا مشغال؟ ما تقومي تصبيني الحاجات دي ولا تجيب لك جردل ولا شرشوبه من جوه تسقي الصاله، ما انت قاعده فيها زيك زينا والقعده شكلها مطول، يبقى ايدك بايدينا بقى يا اختي. انا داخله اتلايف من ريحه وهم الحريق
عايز اخرج عليكي وضبطش الدنيا. ها ما تمشي اشفروك بك. اوعي يا سنر افندم. علاء عبد الحميد رئيس مباحث اسم مصر القديمة. بس بقى بس كفاية كده بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا. ايه اصل البناية لسه جاية مصر بقالها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا. عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، احسن انه هيتساعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس بدأت تفوق اهي. مين فيكوا بقى كوري عبد العاطي؟ ايه؟ ايه يا ساعة الباشا اللي واقفة قدامك بتتصربط دي؟ وعاملة وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة، حتى الست الغلبانة دي بتاعت القدرة دفعت، انما هي منشفها رقنا. ومع ذلك كانت سعادة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في طور بيتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن. كويسة ابعد انت بس. ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي؟ ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جرى يا حاج؟ معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح خمس اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي ارواح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف شايف سعاده الباشا اللي اتأدبها وطول لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج دي راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعين البيت، وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول ثلاثه وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايه بقى تقول لجنه ومش لجنه. لا يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. دي اللي واخده في الدلع مين دكتوره ماشيه بالدلع.